ان شاء الله الترم دوت هنبتدي مع بعض ندرس الاندستريال فارماسي او الصيدله الصناعيه. الصوت واضح كده بالنسبه لكم؟ ايه دكتور؟ ايه دكتور؟ واضح. نعم دكتور. تمام. الصيدله الصناعيه عباره عن ان هي العمليات اللي بنستخدمها في الصناعه عشان نقدر في الاخر نطلع دوسج فورم او شكل دوائي المريض ياخده ويستفيد منه. تمام كده؟ فالدواء علشان يقدر يخش في عمليه التصنيع بيمر مجموعه من العمليات. خلاص كده؟ اول عمليه واهم عمليه بيمر بيها الدواء عشان اصنعه هي عمليه الميكسينج. هي عمليه الميكسينج. الميكسينج بالعربي يعني الخلط. الميكسينج بالعربي يعني ايه؟ يعني الخلط. تمام كده؟ طيب احنا الخلط ده انا بعتبره اهم عمليه في عمليات تصنيع الدواء. ليه؟ لان حضرتك مثلا على سبيل المثال عندك ماده فعاله مثلا تركيزها في القرص 2 مللي جرام. 2 مللي جرام. ال 2 مللي جرام ديت انا عشان اديها المريض مش هعرف اديها المريض، الكميه صغيره جدا. لو هكبسها على شكل قرص القرص هيطلع صغير جدا. تمام كده؟ فلازم اخلط الماده الفعاله ديت مع مواد غير فعاله اللي هي الاكسيبيانت عشان اقدر اكبر الحجم واقدر اطلع دوسج فورم، اقدر اكبسها واديها المريض. او ان انا عندي الدوسج فورم عندي بودره مثلا عاوز ادوبها في ليكويد عشان اعملها بشكل سوليوشن، زي مثلا هنقول على سبيل المثال ايه، مثلا الملح في الميه مثلا، زي محلول الملح مثلا، ماشي. فلازم ادوب الماده ديت واخلطها كويس مع السولفنت بتاعتها بحيث تبقى كلها واخده حجم واحد. تمام كده؟ فتصير اكنها ايه، واحده واحده. الكلام اللي انا بحكيه ده كله اهم خطوه فيه ايه، الميكسنج او الخلط الجيد، بحيث ان انا في الاخر الدواء بتاعي يبقى متجانس، الماده الفعاله بتاعتي متوزعه على البودره كلها اللي موجوده، فتبقى كلها ايه، تركيز واحد. تمام كده؟ طيب هنقول اول حاجه عندنا حاجه اسمها الامبورتنس اوف ميكسينج، اهميه الخلط، اهميه عمليه الخلط. قال لك ميكسينج از probably the most widely performed unit operation in pharmaceutical manufacturing. In fact, it's difficult to find a product where mixing isn't involved in some stages of a of process. بيقول لك هنا ان الميكسنج او الخلط دوت بيعتبر خطوه من اهم خطوات تصنيع الدواء. من الصعب جدا انك تلاقي ان في دواء صنعته من غير ما استخدمت عمليه الخلط في بعض من اجزائه. The pharmaceutical product that contain more than one component, a mixing or blending stage will be required to manufacture and to be handled by the patient. بقول لك لو عندي دواء مثلا فيه اكتر من ماده فعاله، عندي دواء فيه اكتر من ماده فعاله، زي مثلا انت ايه، ادويه الكحه او البرد، بتلاقي مثلا فيها اسيدو افيدرين على كلورفينرامين على باراسيتامول، عندي اكتر من ماده فعاله. تمام كده؟ وعندي بالاضافه للمواد الفعاله ديت عندي مواد غير فعاله، عندي مواد غير فعاله، فانا محتاج ان انا اخلط المواد الفعاله دي كلها مع بعض ومع المواد الغير فعاله بحيث ان هم يكونوا كلهم ايه، متجانسين، ما تبقاش فيه جزء من البودره، ما تبقاش فيه جزء من البودره متجانس وجزء تاني غير ايه متجانس. كل ده بيتم من خلال عمليه الايه، الميكسنج او الايه، او الخلط. This may be in order. ليه عملية الخلط مهم؟ قال لك رقم واحد، to ensure an even distribution of the active component. أضمن توزيع المادة الفعالة بانتظام، تبقى المادة الفعالة عندي متوزعة في الإيه، في البودرة كلها. To ensure an even appearance، ماشي، علشان يبقى اللون بتاع البودرة كلها متجانس. ما هي لو انا مثلا عندي ماده صفراء وماده خضراء وماده مثلا بيضاء، الثلاثه خلطتهم مع بعض، لو الثلاثه متجانسين هتلاقي اللون كله على مستوى البودره واحد، لكن لو المواد مش متجانسه هتلاقي اللون تقيل في حته واللون خفيف في حته، فده معناها ان البودره مش ايه، مش متوزعه بانتظام. قال لك بعد كده، to ensure that the dosage form release the drug at the correct site and at desired A rate. عشان اضمن بعد كده لو المادة الفعالة عندي متوزعة بانتظام، يبقى خروج الدواء للمريض هيخرج في المكان الصحيح وبالايه، وبالمعدل المطلوب. تمام كده؟
طيب list of products that utilize mixing process of some A of some kind. بعض المستحضرات اللي بتحتاج لعملية الخلط. أول حاجة عند الباودر دوسج فورمز اللي هي التابلت والكبسول والساشيت عند دراي باودر انهيلر عند الأقراص الكبسولات الساشيتس اللي هي اللي زي الفوارات دي بيسموها ساشيت اللي هي البودرة اللي موجودة في ساشيت ماشي. قال لك mixture of solid particles or A or powder mixing دي عبارة عن ان انا عملت ان انا ايه بخلط بودرة مع بعضها بخلط بودرة يعني بخلط مواد صلبة مع بعض ماشي. بعد كده عندي link tosses قال لك mixture of miscible liquids دي عبارة عن ان هي link tosses معناها ان هي ايه عبارة ان انا بخلط سوائل مع بعض يعني مثلا ايه بخلط مثلا ميه مع كحول مع بروبايلين جليكول دي بايه دي معناها ان انا ايه بخلط سوائل مع بعض بسميها لينك تاسيس. بعد كده عندي الامالشن والكريم عندنا الامالشن والكريم احنا طبعا درسنا الامالشن والكريم السنه اللي فاتت ماشي. ده عباره عن هو ميكشر اوف اميسيبل ليكويدز دي عباره عن هي ايه دهون بتبقى ايه غير متجانسه ميه مع زيت فدول بقلبهم برضو مع بعض عشان اوصلهم ان هو يبقى ايه خليط متجانس. بعد كده عندي البيست عندي البيست اند سسبنشن عارفين السسبنشن طبعا عباره عن هو ايه سوليد متعلق في ليكويد ودرسناه بالتفصيل قبل كده. فبيقول لك ديسبرشن اوف سوليد ايه بارتكلز ان انا اقدر اخلط ايه اخلط سوليد مع ليكويد او اعلقه فيه بحيث ان هو يبقى ايه معلق بانتظام ويديني جرعه دوائيه ايه منتظمه تمام كده. طيب من اللي احنا قلناه دوت عندنا ما يسمى بالديفينيشن اوف ميكسينج او تعريف الخلط. ميكسينج مي بي ديفايند از ان اوبريشن ذات ايم تو تريت تو اور مور كومبوننت انيشيالي ان 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 ميكسد اور بارشلي ميكسد ستيت سو ذات ايتش يونت بارتيكل موليكولز اوف ذا كومبوننت لايز از نيرلي از بوسيبل ان كونتاكت ويز ا يونت اوف ايتش اي اوف اذر كومبوننت. بالبلدي كده يا شباب بيقول لك ان انا بحاول بص معايا على الشاشه كده ان انا اعالج مادتين او اكتر اعالج تو اور مور كومبوننت خلاص كده هما في البدايه غير متناسقين انا بحاول ان هما lies as nearly as possible in contact with a unit of each other component ان هما كلهم يبقوا ايه متخلطين مع بعض بصيغه متجانسه يعني مواد غير متجانسه اخلطها مع بعض بحيث ان هما بالاخير يبقوا ايه متجانسين او ايه المواد الفعاله كلها موجوده بتركيز واحد في كل ايه في كل حته في الايه في المستحضر. If this is achieved is product theoretical ideal A situation بسميها perfect mix. لو ده حصل فعلا والمادة فعالة بقت متوزعة بانتظام فده بسميه ايه perfect mix او ايه خلط جيد بسميها الايه الخلط الجيد. طيب انا ليه بعمل mixing objective of mixing الغرض من الميكسينج The objective of mixing may be broadly classified as follow. أول حاجة عندي simple physical mixture اللي هو الإيه الخلط البسيط This may be simply the production of blend of two or more miscible liquids or two of more uniformly divided solids. إن أنا بجيب سائلين زي مية وكحول كده وأروح جاي إيه مقلبهم مع بعض. واروح مقلبهم مع بعض تمام كده او اجيب اتنين بودره واروح مقلبهم مع بعض تمام كده. بعد كده عندي ده السيمبل فيزيكال ميكشر ان انا خدت مادتين بمنتهى البساطه هما الاتنين ليكويد زي الميه والكحول اخدتهم مع بعض قلبتهم فده بيسموه سيمبل فيزيكال ميكشر او عندي فيزيكال تشينج. يعني ايه فيزيكال تشينج؟ يعني الخلط اللي انا هيعمل لي هيغير لي في الخواص بتاع الماده قال لك ازاي؟ قال لك this may aim to producing a change that is physical and distinct from chemical for example the solution of soluble substances. زي ايه يا فندم؟ زي حضرتك مثلا تجيب لي شويه ملح تحطهم في شويه ميه وايه وتقلب الملح هيدوب في الميه ويختفي فده بحمل ايه حاجه اسمها physical change يعني حصل تغير مرئي ان انا عندي البودره دابت في الميه وادالك في الاخر ايه solution بحيث ان البودره اختفت في الميه فده عمل لي physical change او ده عمل لي تغير فيزيائي تمام كده. طيب
بعد كده عندي رقم ثلاثة، عندي رقم ثلاثة من انواع الميكسينج اللي هو الايه الديسبيرشن ان انا اعلق بودره في محلول زي الايه السسبنشن، ان انا اعلق بودره في محلول زي الايه زي السسبنشن. This is include the dispersion of two immiscible liquids to form an emulsion of or dispersion of solid in liquid to give a suspension of paste. ان انا عندي ادوب زيت في ميه، ادوب زيت في ميه باستخدام السرفكتنت عشان يديني الايه الامولشن، او ان انا ادوب بودره في ميه باستخدام سسبندنج ايجنت عشان يديني الايه السسبنشن. فده غرض من اغراض الميكسنج، عشان اعمل ديسبيرشن او اعمل سسبنشن او اعمل امولشن. يوجوالي جود ميكسنج از ريكوايرد تو انشور ايه استابيليتي. ماشي، انا عندي الايه كل مكان الخلط كويس، كل مكان الايه الثبات احسن، كل مكان الثبات احسن. طيب بعد كده عندي من اغراض الخلط اللي هو بروموشن اوف اكشن، ان انا اعمل تفاعل. قال لك ميكسينج يوجوالي انكورج اند كنترول ات ذا سيم تايب ا كيميكال رياكشن سو انشورينج يونيفورم برودكت ساتش از product or process where accurate adjustment to pH is required and the degree of mixing will depend on this process. ماشي شباب، انتم ظبطتم قبل كده pH في المختبر؟ لا دكتور. طيب انا عندي دواء سوليوشن مثلا pH بتاعته مثلا 8، انا عاوز اظبط البي اتش بتاعتي بحيث ان انا احاول اوصلها من 4 ل 6. دي البي اتش اللي هي الايه الموست كومن، البي اتش اللي هي الموست كومن الايه بتاعه الاشياء اللي يقدر يشربها المريض، تمام كده، اللي هي 4 ل 6. تمام، فانا عندي البي اتش مثلا 8، البي اتش 8 دي تعتبر ايه الكلاين، صح كده، فوق السبعة تعتبر الكلاين. عاوز انزلها واوصلها للبي اتش الاسيديك، عاوز كده. فببتدي مثلا اجيب حمض زي ال HCl، الحمض ال HCl ده ببتدي احط نقطه نقطه على المحلول واقلب. انا عندي البي اتش مثلا 8 بتاع المستحضر، وبحط عليها حمض، الحمض بينزل لي البي اتش مثلا من 8 وهيفضل ينزل بيها، وانا عندي حاجه اسمها الكترود. الالكترود دوت بحطه في المحلول يديني قرايه على الجهاز، يقول لي مثلا البي اتش بقت 7، ابتدي احط شويه HCl تاني تنزل بقت 6.5، ابتدي احط شويه اتش سي ال ثالث نزلت بقت ايه لحد ما وصلت لحد الايه الاربعه. فانا بالتالي عملت حاجه اسمها بروموشن اوف رياكشن، او حفزت رياكشن او حصل رياكشن. الرياكشن ده طبعا كل ما احط شويه اتش سي ال بعمل ايه عشان البي اتش تنزل، اقلب كل ما احط ايه اتش سي ال مثلا اقلب عشان ينتشر الاتش سي ال في المحلول والبي اتش ايه والبي اتش تنزل، لحد ما في الاخر اوصل للبي اتش اللي انا عاوزها اللي هي من ايه من 4 ل 6، تمام كده يا شباب. فمن اغراض الميكسينج ان انا بقدر احفز رياكشن او تفاعل يقدر يحصل مثلا، عشان مثلا اقدر اظبط ايه اظبط البي اتش. طيب بيقول لك if a small amount of a potent drug is being mixed in a powder then the degree of mixing must be a high order to ensure consistent dosage. تخيل يا شباب مثلا ان انا عندي مثلا قلنا ايه عندنا مثلا ماده دوائيه تركيزها مثلا في القرص 2 مللي جرام، ال 2 مللي جرام ده انا لا عارف اكبسهم كقرص ولا عارف اعملهم باي شكل دوائي، فانا بحتاج مثلا ال 2 مللي جرام ديت اوصلها اقل حاجه ل 250 مللي جرام اللي هي ايه اللي هي ربع جرام عشان اقدر اكبسها في شكل كبسوله، اكبسها في شكل قرص او في شكل كبسوله علشان المريض يقدر ايه ياخدها. طيب هدخل ال 2 مللي جرام دول واوصلهم ل 250 مللي جرام ازاي؟ قال لك بعمل حاجه اسمها فيزيكال ميكشر. يعني ايه فيزيكال ميكشر؟ اخلط كميات متساويه. اول حاجه هاخد ال 2 مللي جرام بتوع الماده الفعاله ديت واخلطها مع 2 مللي جرام من المواد الايه الغير فعاله، صار ايش جد 4 مللي جرام. بعد كده اخد ال 4 مللي جرام اللي منتشر فيهم الدواء ديت واخلطهم مع 4 مللي جرام من المواد اللي غير فعاله واقلب، صار التركيز ايش جد 8 مللي جرام. اخد ال 8 مللي جرام اللي فيهم الماده الفعاله منتشره كويس واخلطهم مع 8 مللي جرام من المواد اللي غير فعاله، صاروا ايش جد 16 مللي جرام. افضل بنفس الطريقه اكبر الحجم بتاع الدواء واخلطه مع كميه متساويه من المواد الغير فعاله لحد ما اوصل لل 250 مللي جرام بتوع البودره اللي انا عاوزها عشان اكبسها اعمل منها قرص المريض ياخده. اتفهمت؟ ايه دكتور ايه ده؟ طيب حاضر.
طلاب، انا دلوقتي عندي ماده فعاله، عندي ماده فعاله تركيزها قليل جدا، مثلا 2 مللي جرام. ال 2 مللي جرام دول هديهم للمريض ازاي؟ هو اصلا مش هيشوفهم بالعين المجرده، ماشي؟ فانا عاوز اخبر ال 2 مللي جرام دولت بحيث ان هم يقدروا يدوني حجم كبير اقدر اكبسه على هيئه قرص، المريض ياخده، المريض ياخده. فانا اول حاجه عندي ال 2 مللي جرام مثلا، عاوز اوصلها مثلا لحجم 100 مللي جرام، اعتبرها 100 مللي جرام مثلا. طب هوصلها ازاي؟ هاخد ال 2 مللي جرام بتوع الماده الفعاله واخلطهم مع 2 مللي جرام من المواد الغير فعاله، صار ايش جد؟ 4 مللي جرام. اخد ال 4 مللي جرام اللي منتشر بيهم الماده الفعاله واخلطهم مع 4 مللي جرام من المواد الغير فعاله، صار ايش جد؟ 8 مللي جرام. اخد ال 8 مللي جرام اللي منتشر فيهم الماده الفعاله وايه؟ واخلطهم مع 8 مللي جرام من المواد الغير فعاله، صار ايش جد؟ 16 مللي جرام. اخد ال 16 مللي جرام اللي منتشر بيهم الماده الفعاله واخلطهم مع 16 مللي جرام اللي مش منتشر بيهم الماده الفعاله، صار ايش جد؟ 32 مللي جرام. افضل ازود بالطريقه ديت لحد ما اوصل للحجم اللي انا عاوز اوصل. تمام كده طلاب؟ ايه واضحه؟ دكتور؟ طيب سيميلاري نفس القصه، بيقول لك وين ديسبيرسينج تو اميسيبل ليكويدز اور ديسبيرسينج ا سوليد ان ليكويد او الميكس برودكت از ريكوايرد تو انشور برودكت ستابيليتي. بيقول لك بنفس القصه عشان اقدر اخلط، اخلي البودره اعلقها في محلول عشان يديني سسبنشن، او اخد زيت وميه اقلبهم مع بعض عشان يدوني كريم، لازم اقلب كويس عشان المحلول في الاخر يبقى ايه؟ هوموجينس او متجانس. المحلول يبقى هوموجينس او ايه؟ متجانس. In the case of mixing lubricant during tablet production، احنا ان شاء الله الشابتر بتاع التابلت والكبسول والباودرز انا هديهولكم الترم ده، هديهولكم الترم دوت خلاص كده. فمعلش استحملوني في شويه مصطلحات لحد ما نوصل للشابتر وافهمكم المصطلحات دي. شباب انا عندي البودره، عندي جبت بودره وعاوز اكبسها عشان تديني شكل قرص، البودره دي لو حضرتك جيت كبستها بالمكنه بتاعت الكبس، دكتور احمد هيوريكم المكنه بتاعت الكبس في العمل ان شاء الله، عشان اكبسها في المكنه بتاعت الكبس، لو البودره دي ما عليهاش ليوبريكانت، ليوبريكانت زي ايه؟ زي بودره التلك مثلا، لو ما عدهاش مع الوقت الاحتكاك بين البودره والبنشاط الحديد اللي بتكبس البودره ديت، ماشي، البودره هتبتدي تسخن. البودره لما هتبتدي تسخن هتبتدي تلزق في الايه؟ في البنش الحديد دوت، فتبتدي ايه؟ تتكسر. فعلشان كده لازم احط للبودره دي، احط عليها ماده ليوبريكانت ملين علشان البودره ما ايه؟ ما تلزقش في ايه؟ في البنش. ايه اشهر ماده ليوبريكانت موجوده؟ ماشي، التلك باودر. وتعالى نشوف الطفل الصغير، انت لازم مثلا قبل ما بيغيروا له الحفاضه لازم يحطوا له ايه؟ مثلا بودره تلك. ليه يحطوا له بودره تلك؟ علشان الولد من كتر الالتهابات اللي عنده او الكلام ده بتألمه، فالبودره التلك زي تعتبر بنعتبرها ايه؟ ملين او ليوبريكانت. البودره دي بتمنع الاحتكاك بين جلد الطفل وبعضه، فبت ايه؟ فبت فبت فبتخلي الجلد ما يحصلوش ريدنس او احمرار. نفس القصه بالنسبه لليوبريكانت اللي بنحطها على البودره قبل الكبس، ليه؟ تقلل الاحتكاك زي التلك بودره، بتقلل الاحتكاك بين البودره والبنش، فما تخلي البودره ما تلزقش في الايه؟ في البنش. تمام كده؟ تمام. طيب البودره بتاعت التلك دي الليوبريكانت دي، لو انا حطيتها بكميه كبيره اكتر من الكميه اللي انا محتاج لها، اكتر الكميه اللي انا محتاج لها، بتاثر على الديسنتجريشن تايم. يعني ايه الديسنتجريشن تايم؟ يعني ما بتخليليش البودره تفك بسهوله جوه المعده. البودره مش التابلت دي مش هتفك ايه؟ بسهوله جوه المعده. فلازم احط كميه الليوبريكانت الكافيه، لا تكون زياده ولا تكون ناقص، لانها لو ناقصت البودره هتلزق في البنش، ولو زادت هتاثر على الديسنتجريشن تايم والايه، والبودره مش هتتكسر جوه المعده. طيب علشان الكميه بتاعت الليوبريكانت دي تبقى مظبوطه، لازم يكون عندي خلط جيد علشان اقدر اخلط البودره وتديني كميه ليوبريكانت متوزعه في البودره بانتظام. وضحت الفكره؟ ايه دكتور؟ طيب التايب اوف ميكشر عندي ثلاث انواع، عندي بوزيتيف ونيجاتيف ونيوترال. اول حاجه عندي البوزيتيف ميكشر، زي ار فورمد فروم ماتيريال ساتش از ا جازز اور ميسبل ليكويدز ويتش ميكس سبونتينيوسلي اند ايرفرسلي باي ديفيوجن اند تند تو ابروتش ا بيرفكت ايه؟ ا بيرفكت ميكس. البوزيتيف ميكشر يعني الخلط
اللي بيديني حاجه ممتزجه مع بعض بسهوله، زي ايه؟ زي الميه والكحول. حط شويه ميه على كحول، الاثنين خلطهم مع بعض هيتخلطوا هيديني خليط الريفرسبل، يعني الخليط ده ما بيفكش من بعضه مره ثانيه وبسهوله. تمام كده؟ فده ايه؟ ده اشهر مثال للايه؟ للبوزيتيف ميكشر. حاجه اثنين هخلطهم مع بعض ادوني بوزيتيف ميكشر، الايه؟ الخليط اتكون، صعب ان انا افكه من بعض بعد كده، والخليط متجانس. ده بيسموه الايه؟ البوزيتيف ميكشر. طيب رقم اثنين عندي حاجه اسمها الايه؟ النيجاتيف ميكشر. عندي حاجه اسمها النيجاتيف ميكشر. ذا كومبوننت ويل تند تو سيبريت اوت اف ذيس اوكر كويكلي، ذن انرجي ماست بي كونتينيوسلي ان جود تو كيب ذا كومبوننت اديكويتلي dispersed. Example with suspension formulation such as calamine lotion where there is a dispersion of solid in a liquid of a of low viscosity. عندك الحاجات اللي ما بتدوبش في بعض، عندك الحاجات اللي ما بتدوبش في بعض، زي الايه؟ زي suspension والemulsion. Suspension عبارة عن solid بدوبه في liquid، والemulsion عبارة عن two immiscible liquid زيت ومية، محتاج ان انا اخلطهم مع بعض. الخلط لو مش قوي وفي طاقة، تمام كده، الاثنين دول مع بعض هيدوني نيجاتيف ميكشر ويرجعوا يفكوا من بعض تاني، يبقى انا عندي في النيجاتيف ميكشر او الحاجات زي الايه؟ ديسبيرسد سوليد ان ليكويدز او تو اميسبل ليكويدز، محتاج ان انا يكون عندي خلط قوي، علشان يديني محلول، يديني خليط متجانس، والا الايه؟ الخليط ده هيرجع يفك من بعضه تاني، فيحصل له نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ميكشر. With other negative mixtures the component tend to separate very slowly. عندي بيقول لك عندي في الخليط النيجاتيف ممكن المستحضرات دي ترجع تفك من بعضها تاني. قال لك زي ايه؟ زي الامالشن، لو الخلط بتاعه مش مظبوط الزيت والميه هيفكوا من بعض. زي الكريمات، زي الفيسكاس سسبنشن وزي السسبنشنز، لو الخلط بتاعهم مش جاد هيرجعوا يفكوا من بعض مره تانيه. تمام كده؟ اخر نوع عندنا من انواع الخلط حاجه عندي اسمها نيوترال ميكشرز. نيوترال ميكشرز، عند النيوترال ميكشرز ار سيد تو بي استاتيك ان ايه؟ ان بيهافير. ذا كومبوننت هاف نون تندنسي تو ميكس سبونتينيوسلي اور سيجاريت سبونتينيوسلي وين ميكسد. عندي النيوترال ميكشر، عندي المواد اللي بخلطها مع بعض، لا هي عاوزه تتجانس مع بعض ولا هي عاوزه تخلط من بعض تفك من بعض. قال لك الاكزامبل بتاعها اوف ذيس تايب اوف ميكشر انكلود ميكس باودر بيست اند اي اند اوينتمنت. عندي الميكس باودر عندي دي بنسميها كان انا اجيب بودرتين مع بعض وعاوز اخلطهم. لو خلطتهم جامد قوي هيديني ايه؟ بوزيتيف ميكشر. لو ما خلطتهمش جامد قوي هيديني نيجاتيف ميكشر، والبودره دي ترجع ما تكونش متجانسه وكل بودره تكون ايه؟ لوحدها. فده بيسموها نيوترال ميكشرز، يعني المواد اللي عندي لو انا خلطتها بالزياده هيديني بوزيتيف، لو ما خلطتهاش بالزياده هيديني نيجاتيف، ترجع تفك من بعض. طيب عكس عمليه الايه؟ الميكسنج. عندي حاجه اسمها ايه؟ سيجريجيشن. عكس عمليه الميكسنج عندي حاجه اسمها سيجريجيشن. الميكسنج اللي هو الخلط، الايه؟ السيجريجيشن اللي هو الايه؟ الفصل. ان ايه؟ ان انا عندي مواد تفصل ايه؟ ان انا عندي مواد تفصل من بعضها. طيب السيجريجيشن كده لاحظ معايا امتى السيجريجيشن يحصل او الفصل يحصل؟ عندي في السوليد بارتكلز ماشي، او عندي في التابلتس. لو انا عندي البودره غير متجانسه في الحجم، يعني لو عندي بودره حجمها كبير، البارتكل سايز بتاعها كبير، وبودره ثانيه البارتكل سايز الحجم بتاعها صغير، هيبتدي يحصل بينهم سيجريجيشن او الايه؟ او الـ 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 الخلط مش هيكون متجانس. طيب تعالى كده اديك مثال من الواقع. ماشي، بس تخيل عندك السكر، عندك الشكر بتلاقيه ايه؟ خشن. لو جيت قلبته مع طحين هتبص تلاقي مع الوقت ان في سيجريجيشن او فصل نتيجه ان في بارتكل سايز مختلفه، وهتلاقي حضرتك انك بالعين المجرده قادر تميز الطحين من الايه؟ من السكر. ليه؟ لان في ماده البارتكل سايز بتاعتها كبيره، والبارتكل وماده ثانيه البارتكل سايز بتاعتها صغيره، فالاثنين هيفصلوا من بعض. ماشي، فهنا بيقول لك this is very important in the preparation of pharmaceutical product because if it occur a mix may change from being random to being non-random or a random mix may never be a shift. ماشي، بيقول لك لو انا عندي حصل السيجريجيشن او الفصل دوت، هتلاقي ان البودره عندي مش متجانسه، وبالتالي الخلط مش جاي. care must be taken to avoid segregation during handling after
powder have been mixing during the transfer to fill machine or in the hopper of tablet capsule such a filling machine. بيقولك ان انت البودرة بعد ما بتحضرها وتخلطها مع بعض، بيقولك خلي بالك ان البودرة دي لو البارتكل سايز بتاعتها مش متجانسة ممكن تفصل. ماشي، قالك تفصل ازاي؟ قالك خلي بالك البودرة مثلا انت ايه خلطتها مع بعض ورايح عشان تكبسها، فممكن لو البارتكل سايز مش متجانسة البودرة دي تفصل من بعضها مرة تانية، او ان انت لو عاوز تاخد البودرة عشان تعبيها في الهوبر، الهوبر اللي هي الفتحة بتاعت مكنة الكبس اللي بتحط فيها البودرة من فوق، اللي هي بتحط فيها الايه البودرة من فوق، فممكن البودرة ترجع تفصل من بعضها. هو ان شاء الله ان شاء الله يعني الشابتر الجاي انطيكم الشابتر بتاع التابلت ان شاء الله. طيب الايه الكوزز اوف سيجريجيشن ان اوردر ذا ميكسز، ايه اسباب الايه السيجريجيشن او الفصل اللي بيحصل عندنا، ايه اسباب السيجريجيشن او الفصل اللي يحصل عندنا. قال لك وين ذا كارير بارتكل از فيري ان سايز. ماشي، زي ما قلت لكم من شويه بيقول لك لو كانت الايه البودره فيري ان سايز، في اختلاف في الايه في الحجم بتاع البارتكل سايز، في حجم كبير وحجم صغير، هتبص تلاقيهم غصبا عنك يفصلوا من بعض. وقلنا اشهر مثال لدوت مثلا لو انت بتخلط ايه شكر خشن مع ايه مع طحين، different surface area to weight ratio will result leading to different amount of absorbed material per unit area. خليك اهم شيء عندي، اهم شيء عندي تحفظه، when the carrier particle vary in size، لو في عندي فرق في الايه في البارتكل سايز بتاع البودرات اللي انا ايه بخلطها من بعض. طيب رقم 2 if there is a competition for the active site on the carrier particle this is known as displacement segregation. تخيل حضرتك مثلا زي ما انا قلت لك عندي الماده الفعاله عندي مثلا تركيزها على ال 2 مللي جرام، وعاوز احملها مثلا او العكس، مثلا خلي ان الماده الفعاله عندك تركيزها 50 مللي جرام وعاوز احولها مثلا احملها على مواد غير فعاله مثلا تركيزها 20 مللي جرام، يعني انت 50 مللي جرام عاوز تحملهم على 20 مللي جرام، هتبص تلاقي ان الماده الفعاله اكتر من المواد الغير فعاله، فيبتدي برضو يحصل ايه يحصل فصل. قال لك such as in case of the addition of lubricant magnesium stearate to tablet A formulation. لو انت حضرتك عندك لو انا جبت لك وريتك المغنيسيوم ستيريت ده هو نفسه التلك، يعني ماده شبيهه بالتلك، لو المغنيسيوم ستيريت ديت الكميه بتاعته بتبص تلاقيها قليله، وناعمه، والبودره بتلاقيها خشنه، تمام كده. فالمادتين لما اجي اخلطهم مع بعض لو الخلط مش جيد هيبتدي يحصل سيجريجيشن او فصل، ماده قليله وناعمه مع ماده كتيره وخشنه، فالاثنين يفصلوا من بعض. If there are insufficient carrier particles this is referred to saturation A segregation. لو انا عندي اعتبر النقطه دي واللي فاتت هما واحد، يكفي لي برقم 2 اللي هو if there is a competition for the active site on the carrier particles، يعني انا عندي بودره ماده فعاله قليله عاوز احملها على ماده غير فعاله كتيره، فبالتالي ايه يحصل فصل من بعض، لان الكميه اللي انتوا فاكرين من شويه لما قلت لكم ناخد 2 مللي جرام مع 2 مللي جرام صار 4 مللي جرام، ال 4 مللي جرام اخدهم قصادهم 4 مللي جرام صاروا 8 مللي جرام، ال 8 مللي جرام اخدهم غير 8 قصاد 8 مللي جرام. انا ليه بقول لك كده؟ عشان ما تحصلش عمليه الفصل، دايما كل ما كانت المواد اللي انا عاوز اخلطها مع بعض الكميات بتاعتها متساويه، مش هتحصل عمليه الايه الفصل دي. فبيقول لك رقم 2 هنا من ضمن اسباب الفصل ان في كومبيتيشن فور ذا اكتيف سايت اون ذا ايه كارير بارتكلز، يعني المواد اللي انا بخلطها معاها كمياتها غير متكافئه، فبالتالي ده سبب من اسباب الايه الفصل. تمام كده يا شباب؟ دكتور اتفضل. الكارير بارتيكل هو الاكسيبيانت اللي احنا قلنا عليه بالظبط. تمام كده، ان انا عندي ماده فعاله عاوز احملها على كارير بارتكلز اللي هي المواد الاكسيبيانت، فالاثنين مش متجانسين او الايه الاثنين مش متكافئين مع بعض، فبتبتدي تحصل عمليه الايه الفصل ده. تمام كده، طيب ماشي. يعني انا هنا بعد كده عندنا الفاكتورز افكتنج ميكسينج اوف سوليدز، عندي الفاكتورز العوامل اللي تؤثر على عمليه الايه الميكسينج اوف سوليدز. اول حاجه الماتيريال دينسيتي، اول حاجه الكثافه بتاعه الايه الماده، الكثافه بتاعه الماده. لو انت بتخلط زيت مع ميه، لو انت ومهما هتخلط فيهم هتلاقيهم يفصلوا من بعض، ده ابسط مثال. ليه؟ لان الكثافات بتاعتهم مش متساويه، الكثافات بتاعتهم مش متساويه. هنا بيقول لك if the component are different density the denser material will sink through the lighter one the effect of which will depend on the relative position of the material A in the mixer. لو انا عندي مواد الكثافه بتاعتهم
الكثافه بتاعتهم مش متساويه، هتبص تلاقي ان الماده، ان الماده الاتقل زي الميه تنزل تحت والزيت الخفيف يفصل ايه؟ يفصل فوق، تمام كده؟ ماشي. If the denser particles from the lower layer is a mixer at the start mixing operation, the degree of mixing will increase gradually until an A and equilibrium A is attained. المادتين فاصلين مع بعض، هبتدي ايه؟ اقلبهم مع بعض لحد ما ايه؟ ما يبتدوا يتخلطوا مع بعض. If the denser component is above, the degree of mixing increase to a maximum. لو انا عندي الماده، لو انا عندي حصل العكس والماده اللي هي كثافتها اكتر، كثافتها اكتر ماشي موجوده فوق، هبتدي اقلب. the degree of mixing increase to a maximum، ببتدي اقلب لحد ما اوصل لاعلى سرعه. then dropping to equilibrium، بعد كده ببتدي اقلب ايه السرعه واحده واحده لحد الماده، لحد الماده اللي هي اكتر كثافه تمتلك تمتزج مع الماده اللي هي ايه اقل، ايه اقل كثافه. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا اهم حاجه عندي بس انك تعرف ان اول فاكتور من الفاكتورز الافكتنج اوف ايه اوف ميكسينج اوف سوليد هي عند الايه الماتيريال دينستي، الماتيريال دينستي اللي هي الايه الكثافه بتاعه الايه الماده. تمام كده؟ طيب تاني حاجه من العوامل اللي بتاثر على الايه الميكسينج اوف سوليد عند البارتكل سايز، البارتكل ايه البارتكل سايز فاريشن ان بارتكل سايز كان ليد تو سيجريجيشن اولسو سينس سمول بارتكلز كان فيل ثرو ذا فويد بتوين ايه ذا لارجر بارتكلز. انا عندي زي ما بقول لكم كده يا شباب، لو انا عندي البارتكل سايز بتاعه الايه البودره مش متجانسه هيحصل ايه؟ هيحصل سيجريجيشن. قلت ايه اشهر مثال؟ تخيل مثلا انك بتخلط شكر او ايه او ملح مع طحين مثلا، هتبص تلاقي مع الوقت مهما هتقلب بينهم نتيجه ان البارتكل سايز مش ايه مش متساويه، هتلاقي انك بالعين المجرده قادر ايه قادر تميز ما بين الايه ما بين الطحين، ما بين الطحين وما بين الايه وما بين ايه الشكر. ماشي. البارتكل شيب، البارتكل شيب برضو لو انا عندي البارتكل متساويه لكن الشيب بتاعها مش متساوي ممكن يحصل ايه يحصل ايه عندي سيجريجيشن. ذا ايديال بارتكل از سفيريكال ان شيب، الشكل المثالي للايه الجزيئات انها تكون ايه دائريه. Where is suitable for A for mixing? On the other hand, a regular shape can become interlocked, decreasing the rigidity of A of segregation once mixing have been achieved. بيقول لك هنا عندي ان انا الحالة المثالية للبارتكل شيب عندي انها تكون ايه؟ تكون spherical او ايه؟ او دائرية، تكون spherical او دائرية. طيب قال لك لو انا عندي واحدة مثلا دائرية مع واحدة غير دائرية، قال لك الاثنين بيحصل لهم interlocked يعني بيخش يقفلوا مع بعض. بتشوفوا الرصيف اللي في الشارع لما بيكون معمول انترلوك الطوب او البلاطات بتبقى معشقه ازاي مع بعض؟ ايه دكتور؟ ماشي ماشي. انتوا كلكم بتشوفوا المنظر دوت، هو بي او زي البازل او المكعبات بتشوفوها ازاي معشقه مع بعض. نفس القصه بيقول لك مثلا لو انا عندي بودره مثلا مربعه مع بودره مثلا دائريه، دول هيعملوا انترلوك مع بعض فيخشوا مع بعض فيحصل ميكسينج جيد. تمام كده؟ فالبارتكل شيب من العوامل اللي بتاثر على ايه؟ على الميكسينج. خلاص. بعد كده عندي بارتكل اتراكشن، التجاذب بين الجزيئات وبعضها. سام بارتكلز اكزيست اتراكتيف فورسز تند تو اجريجيت سينس ذيس ار سيرفس بروبرتيز ذا افكت انكريز از بارتكل سايز ايه ديكريز. عندي البارتكل سايز، كل ما البارتكل سايز قلت او بقت ناعمه بيحصل عليها ستاتيك تشارج او تبقى عليها شحنات، الشحنات دي بتخلي البودره تمسك او تتجانس مع بعض ايه اكتر، تمسك او تتجانس مع بعض ايه اكتر. ماشي. بعد كده العامل اللي بعد كده اللي هو الايه البروبورشن اوف ميكسينج، البروبورشن اوف ماتيريال، لازم عشان الخلط يبقى جيد لازم الكميات تكون ايه متساويه مع بعض. ذا ميكسينج اوف ايكوال نمبرز اوف بارتكلز اوف تو سبستانسز ريبريزنت ذا بيست كونديشن اوف ايه اوف ميكسينج. بيقول لك كل ما كانت الايه الكميات متساويه مع بعض كل ما كانت عمليه الخلط ايه جيد. ان براكتس 1% اور ليس سبستانسز هاز تو ديسبيرسد ان اند ديلوانت ذا يوجوال براكتيكال ميثودز. بصوا عفكم من الجزئيه الثانيه دي، هنا بيقول لك البروبورشن اوف ماتيريال ذا ميكسينج اوف ايكوال نمبرز اوف بارتكلز اوف تو سبستانسز ريبريزنت ذا بيست كونديشن ايه فور ميكسينج. انا عندي يكون الكميات متساويه مع بعضها ده بيطلع لي ايه ميكسينج جيد. تمام كده دكتور؟ يعني هنا اخر جزء يعني من اقرا؟ لا لا لا، هو بس النقطه الاولانيه. ماشي دكتور. ماشي ثواني بس.
تمام طلاب نكمل. دكتور العفو، دكتور بالنسبة للأتراكشن فورس، كل ما أقل حجم الجزيئات زادت عندي الشارج، يعني تتنافر الحالة لو تتجاذب. بتقول إيه؟ تتنافر الجزيئات عن بعض لو تتجاذب. لا تتجاذب. تمام. يعني هاي يعني هذا بوزيتيف بالنسبة لل. اسمعني 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 اسمعني. أديك مثال. إيه أوكي دكتور. هب بودرة ناعمة أو زي الطحين. هب بودرة ناعمة أو زي الطحين. ماشي، وحطها مثلا في علبه الجزيئات ناعمه قوي، الجزيئات ناعمه قوي، هتبص تلاقي البودره دي بتعمل ايه مع العلبه؟ بتلتصق على الجدران. بس يبقى حصل ايه؟ اتراكشن. هات لي شكر الجزيئات بتاعته خشنه وحطها في نفس العلبه، هتلاقي ان الشكر بيلزق في العلبه. لا اكيد. تمام، يبقى كل ما البارتكل سايز قلت بتحصل اتراكشن فورس او يحصل تجاذب. تمام بالله. من الحياه العمليه هي. ماشي؟ تمام. طلاب، كل اللي خدناه اللي فات دوت ده المقدمة بتاعت الميكسينج. دلوقتي هنبتدي في أول جزء في الاندستريال اللي هو الايه؟ الباودر ميكسينج اكويبمنت. الباودر ميكسينج اكويبمنت. بصوا، احنا دلوقتي تقريبا كده خلصنا نص المحاضرة. نريح 10 دقايق ونكمل. ولا نكمل على طول؟ كيف الدكتور؟ لا ممكن اهي. نريح 10 دقايق ونكمل. دكتور يا ريت نخلص، خلينا نكمل يا دكتور. يا عم انا زوري صايم وزوري وجعني، يعني انطوني بس دلوقتي 12 وثلث. اسمعوني بس، 12 وثلث 12 ونص هنكمل. اوكي تمام دكتور. تمام.
طلاب معايا نكمل؟ اي دكتور. اي دكتور موجودين. اوكي اوكي طيب الباودر ميكسينج تحتاجوا شيء؟ طيب الباودر ميكسينج اكويبمنت ازاي الاجهزه اللي انا بستخدمها في عمليه الايه الميكسينج ماشي. اول حاجه تامبلينج ميكسر بلندر. تامبلينج ميكسينج ميكسر بلندر عندي نوع من انواع الميكسر او القلبات اللي بتقلب البودره على بعضها وبتخلط البودره على بعضها اسمها التامبلينج. تامبلينج يعني ايه؟ تامبلينج بالبلدي يعني شقلبه. تامبلينج بالبلدي يعني شقلبه يعني ان انا عندي احط البودره جوه حاجه تخيل مثلا جوه علبه وعمال ايه اقلب العلبه دي من فوق لتحت من فوق لتحت فالبودره اللي جوه العلبه دي عماله ايه تتخلط ايه مع بعض. فالتامبلينج ميكسر بلندرز ان انا عندي اشكال معينه من الميكسر او من الخلاطات تعتمد على الايه على الميكانيزم بتاعها اللي هو الايه الشقلبه خلاص كده. فهنا بيقول لك التامبلينج ميكسرز ار كومنلي يوزد فور ذا ميكسينج بليندينج اوف جرانيولز اور فلي فلوينج ايه باودر. التامبلينج او الخلط بمبدا الشقلبه دوت لازم البودره عندي تكون ايه فري فلو يعني ايه يعني البودره مش ناعمه قوي فتلزق في جدار الاناء لانها لو لزقت في جدار الاناء وانا اقلب مش ايه هتفضل لازقه وانا بقلب فمش هيحصل ايه ميكسينج. فاهم شيء في التامبلينج ميكسر بلندر اقدر عشان اقدر استخدمه ان الايه البودره تكون في شكل جرانيولز يعني جزيئات كبيره او فري فلوينج باودر او ان البودره تكون ايه فري فلوينج يعني ايه بتتحرك بسهوله وما بتلزقش. زير ار ميني ديفرنت شيب ديزاينز اوف تامبلينج ميكسر ماشي. عندي فيه اشكال من الايه من التامبلينج ميكسر هنشوفهم مع بعض دلوقتي. اهو بصوا شباب كده ده بيسموه ايه ده بيسموه الايه الواي كون شكله شكل الواي ماشي شباب. بفتح من هنا بفتح من الجزء ده بدخل البودره جوه واقفل. ده موتور ببتدي اشغل الموتور بيبتدي يقلب القلاب ده بيبتدي ايه يلف حوالين نفسه. انت شايف اهو الاتجاه اهو اللي فوق بيبقى تحت والتحت بيبقى فوق تمام كده لحد ما البودره يحصل لها ايه ميكسينج ماشي. نفس القصه ده بيسموها ايه روتيتنج كيوب. عندي القلاب على شكل مكعب مكسوك من الاثنين لما بشغل الموتور بيبتدي يلف حوالين ايه نفسه ماشي. الدبل كون اللي هي زي الخلاطه بتاع الاسمنت تمام كده برضو بحط البودره جوه ماشي وده اسمه الاكس او ده المحور بتاعها واقفل وابتدي ايه اقلب تلف حوالين نفسه يبتدي يحصل ايه ميكسينج ماشي. ده زي دوت بس ده بيسموه اوبليك منحرف يعني شكله مايل شويه وده شكل من شوع الايه القلبات ماشي. دوت نفس دوت بس ده في شيبد ميكسر يعني ده واي شيبد ميكسر شكله شكل الواي. الاشكال ديت باختلافها عن بعضها بتديني مساحه اكبر للبودره انها ايه انها ياخد حجم اكبر من الايه من البودره. يعني مثلا هتلاقي ان الواي شيبد دوت ممكن ياخد حجم اكتر من الايه من الفي شيبد ميكسر وكل بتاعهم بيعتمد الميكانيزم بتاعه على الشقلبه ان انا ادخل البودره جوه واقلب اشغل الموتور الايه الجهاز ده يبتدي يلف حوالين نفسه طيب عندي الفاكتورز افكتنج ميكسينج افشنسي باي تامبلينج ميكسر ماشي. بيقول لك العوامل اللي بتؤثر في استخدام التامبلينج ميكسر دوت. قال لك تو هاي روتيشن سبيدز لو انا السرعه عندي عاليه ويل كوز ذا ماتيريال تو بي هيلد اون ذا ميكسر وول باي سنترفيوج فورس اند تو لو سبيد ويل جينيريت انسفيشن بيت اكسبانشن اند ليتل ايه شير ميكسي. بيقول لك لو السرعه بتاعت القلاب كبقت عاليه قوي البودره هتلزق على الجدران بتاعت الاناء والايه والتقليب مش هيبقى ايه كويس. ولو السرعه عندي قليله الايه الميكسنج بتاع البودره بايه مش تبقى كويس. يبقى انا المفروض عندي لا السرعه تبقى عاليه قوي عشان البودره ما تلزقش على الاناء ولا السرعه تكون قليله قوي علشان الايه الخلط ما يبقاش ايه جيد. The addition of baffles of rotating bars will also cause convective mixing for example for V shaped or A or agitated A bar. بص كده ركز معايا شايفين القلاب دوت لو انا جيت حطيت baffles يعني ايه baffles يعني عوائق اجي هنا اروح جاي عامل مثلا ايه عائق حته مثلا حديده احطها ايه في الوسط هنا وحتة حديدة احطها هنا. الحديد دوت لما اجي اقلب بيبقى يسموها بافلز او عوائق ماشي. دي بتخلي البودرة تتقلب اكتر
ليه؟ لان البودره بدل ما هي بتتقلب في اناء كل واحد، لا هنا هتلاقي فيه بافلز محطوطه او ايه عوائق موجوده، البودره تيجي تقابلها تروح ايه خبطه فيها وراجعه متقلبه تاني. يبقى انا لو زودت عمليه البافلز او زودت عوائق هنا جوه الاناء دوت، ده بيحسن لي عمليه الايه الايه الميكسينج. خلاص كده. بعد كده عندي رقم 3، tumbling mixer are good for free flowing powder granules but poor for cohesive poorly flowing powder because of the shear force generate are usually insufficient to break any aggregate. بيقول لك ان التامبلنج ميكسرز دي بتبقى مناسبه لما تكون البودره بتاعتي فري فلو، يعني البودره عندي بتتحرك بسهوله، لكن لو بودره ناعمه قوي بتلزق على ايه جدار الاناء، التامبلنج ميكسر دوت ما بيبقاش ايه جيد. ماشي. Presence of significant difference in particle size as segregation is likely to occur. لو انا عندي في فرق، لو انا عندي في فرق بين الايه البارتيكل سايز زي قلنا الطحين مثلا والشكر او الملح مثلا، هيحصل ايه عمليه segregation او فصل بين الايه البودره وبعضها. طيب application of tumbling mixers، عمليه الايه التامبلنج ميكسرز ديت انا بستخدمها في ايه؟ A common use of tumbling mixer is in blending of lubricant، ان انا اقلب المواد اللي بتتحط على البودره زي قلنا ليه اللوبريكانت اللي هي الماده اللي ما بتخليش البودره تلزق في البانش، والجلايدنت يعني الماده بحطها على البودره تسحب لي الرطوبه منها، عشان ليه البودره انت ممكن في بودره تسيبها مع الوقت تلاقيها ترطب او تاخد ميه، بحط الجلايدنت زي الايه الايروسيل او الكلام ده عشان ما تخليليش الايه البودره تسحب برطوبه. ماشي. اور اكسترنال ديسنتجرانت ويز جرانيولز بيرير ايه تو تابلنج، او الايه او ان انا احط ديسنتجريتنج ايجنت على البودره. الحاجات دي كلها ممكن احطها على البودره واقلبها بالايه بالتامبلنج ميكسر. ماشي. Tumbling mixer can also be used to produce order mixing. Also, the process is often slow because of the cohesive of the A absorbing A particles. زي ما احنا عارفين يا شباب لما قلنا من شوية نحط 2 ملي جرام مع 2 ملي جرام صاروا 4، احط 4 مع 4 صاروا 8، احط 8 مع 8 صاروا 16. فبيقول لك عملية الايه الاوردر ميكسينج او عملية الايه الخلط المتتالي دي ممكن استخدم لها الايه التامبلنج ميكسر. ماشي. بعد كده عندي tumbling mixers are available to mix from approximately 50 جرام ماشي ل 100 كيلو جرام. عندي tumbling mixer ممكن يخلط لي 50 ملي جرام، وtumbling mixer ممكن يوصل الحجم بتاعه ان هو يخلط لي 100 كيلو جرام. تمام كده. طيب بعد كده عندي تاني نوع من انواع الميكسر، عندي حاجه اسمها الهاي سبيد ميكسر جرانيوليتور. ماشي. as the name suggests معناها ان هو ايه هاي سبيد، بسرعه ايه بسرعه عاليه عشان يعمل لي ايه جرانيوليشن. الكام بوس ميكس اند جرانيوليت ا برودكت، هفهمكم دلوقتي. بيقول لك ده ممكن يعمل لي خلط وممكن في نفس الوقت يعمل لي ايه جرانيوليشن، زير باي ريموفينج ذا نيد تو ترانسفير ذا برودكت بتوين بيسز اوف اكويبمنت. فانا مش محتاج ان انا احط البودره في اكتر من جهاز. هنفهم دلوقتي ايه اللي انا بقوله ده. اند سو ريدوسينج ذا بروبابيلتي اوف سيجريجيشن ايه تو اوكر، فبيقلل لي الفرصه بتاعه الايه السيجريجيشن انها تحصل. بصوا شباب ده الميكسر قدامنا، الميكسر دوت، الميكسر ده يا شباب متابعين معايا شباب؟ تمام. انا يا شباب عشان اقدر اكبس بودره، البودره ما ينفعش اكبسها وهي ناعمه قوي، لو كبستها وهي ناعمه قوي البودره هتعمل لي داست ويحصل فيه فاريشن في الايه في الاوزان بتاعه الاقراص. فلازم البودره عندي تكون في شكل ايه جرانيولز، يعني البودره تبقى عامله شكل الشكر كده، ليها الجزيئات بتاعتها ايه مميزه من بعضها. تمام كده. طيب ركزوا معايا بقى. انا اول حاجه هجيب البودره الناعمه احطها هنا وعاوز اعملها ايه جرانيولز، فابتدي انزل على البودره ديت السائل دوت يبتدي يخلي البودره تعمل زي عجينه. تمام كده. البودره عندي تبتدي تعمل في شكل الايه العجينه. يبقى انا اول حاجه هحط البودره هنا وابتدي اشغل القلاب دوت هيبتدي يلف حوالين نفسه، هيبتدي عن طريق الموتور دوت، وابتدي احط السائل بتاعي من هنا، فالبودره تبتدي تعجن وتتحول لي ايه وتتحول لي زي الايه زي الخبيث كده. تمام كده. طيب البودره اللي زي الخبيث ديت ادتني ماس او كتله كبيره الكتله الكبيره ديت عندي هتلزق ايه في بعضها. طب انا عاوز ان الـ ان الـ ان الكتله الكبيره دي ابتدي افكها من بعضها واحولها لايه لجزيئات ايه صغيره، يعني لا تبقى البودره ناعمه قوي تمام ولا لا تبقى ايه كتله كبيره من بعضها. تيجي شايفين ديت، شايفين البليد ديت، البليد اللي هي الايه اللي هي
اللي هي الشفرات ديت ده بتبتدي تلف حوالين نفسها. يبقى انا اول حاجه بالراحه كده خليت البودره حطيتها هنا، حطيت عليها السائل، ابتدت الايه البودره كلها عجنت مع بعضها وادتني كتله كبيره. ابتدي اشتغل اشغل البليدز اللي موجوده في الجنب ديت، فالبليدز ديت هتبتدي تكسر لي العجينه الكبيره ديت وتبتدي تكسرها لي لجزيئات ايه، لجزيئات قليله. تمام كده، وضحت الفكره؟ فتطلع لي البودره في شكل جرانيولز او زي حبيبات، زي حبيبات الشكر كده ايه قليله. تاني نشرح تاني الحته ديت. انا عندي اول حاجه هبتدي احط البودره هنا وابتدي احط عليها السائل واخلي الايه الجهاز ده يلف حوالين ايه نفسه، فالبودره تتحول لي من شكل بودره ناعمه لشكل ايه كتله على بعضها ايه عجينه. العجينه ديت انا عاوز افكها من بعضها بحيث ان هو يديني ايه جزيئات صغيره في شكل ايه جرانيولز. فابتدي اشغل القلاب اللي في الجنب دوت يبتدي يكسر لي العجينه الكبيره دي ويحولها لي ايه لجزيئات صغيره زي الايه زي الجرانيولز. وضحت الفكره؟ طيب عندك برينسيبل اوف اوبريشن، عندك برينسيبل اوف اوبريشن هي اللي احنا شرحناها من شويه دي وهنقولها بسرعه. قال لك ذا سنترالي ماونتد امبلر بليد ات ذا بوتوم اوف ذا ميكسر. عندي اللي هو بيقول لك ايه الموتور، الموتور اللي هو موجود تحت دوت، الموتور اللي هو موجود تحت دوت at the bottom of the mixer rotate at high speed throwing the material towards the mixer power wall by centrifuge force. هبتدي ايه يقلب لي البودره دي جامده، ابتدي احط عليها المحلول فتتحول لي شكل ايه عجينه. the material is then forced upward before dropping back down towards the center of the mixing. البودره تبتدي تتخلط مع المحلول وتديني شكل العجين. the particulate movement within the bowl tend to mix the component quickly owing to high shear force arising from high velocity and expansion in the blade volume that allow diffuse air mixing. من الاخير البودره تبتدي تتقلب مع المحلول وتديني شكل الايه العجينه. once mixed بمجرد ما يحصل الايه الخلط دوت granulating agent can be added and the granules formed in situ using slow impeller speed and the action of the side mounted chopper blade. عندي مجرد بعد كده هبتدي احط المحلول عليها تبتدي تعمل لي شكل عجينه، العجينه ديت اروح جاي مشغل البليدز اللي موجوده في الجنب ديت تبتدي تكسر لي العجينه دي وتحولها لي لجرانيولز صغيره. تمام كده؟ طيب ده تاني نوع موجود عندي اللي هو الايه الهاي سبيد ميكسر جرانيوليتور. بعد كده عندي حاجه اسمها الفلويدايزد بيد جرانيول ميكسر، فلويدايزد بيد ميكسر. هو للاسف انا ما جبتلكوش صوره للفلويدايزد بيد ميكسر بس هشرح لكم الشغل بتاعه بيتعمل ازاي. انتوا تخيلوا عندكم تيوب، عندكم تيوب طويله، تيوب طويله. التيوب الطويله دي بنحط جواها البودره بتاعتنا، بنحط جواها البودره بتاعتنا. تمام كده؟ البودره بتاعتنا ديت لما نحطها جواها نبتدي بعد كده في زي رشاشات من الجنب بتطلع محلول. خلاص كده؟ يبقى احنا المنظر دلوقتي عندنا ازاي؟ عندنا بودره ناعمه، عندنا بودره ناعمه موجوده في تيوب طويله، ببتدي اشغل عليها تيار هواء، فالبودره دي تبتدي تطير، تبتدي تطير في الايه؟ في التيوب الايه؟ الطويله ديت. البودره دي وهي بتطير في التيوب الطويله ديت، ببتدي عن طريق رشاشات ارش عليها ايه؟ ارش عليها محلول زي ايه؟ زي ميه او محلول يخلي البودره دي تعجن مع بعضها. تمام كده؟ واضح كده الفكره يا شباب؟ البودره دي ابتدت تعجن مع بعضها، البودره دي ابتدت ايه؟ تعجن مع بعضها. بعد كده البودره ديت مع تيار الهواء العالي، مع تيار الهواء العالي ابتدت تديني ايه؟ كتل كبيره، الكتل دي ابتدت تتقل، فالكتل دي ابتدت تتقل هيحصل لها ايه؟ تنزل تحت في القاع بتاع الانبوبه. لما تنزل في القاع تحت بتاع الانبوبه هتلاقي فيه سيف زي منخل. تبتدي البارتكلز عندي نتيجه تيار الهواء العالي دوت، تيار الهواء العالي دوت، البارتكلز تنزل على الجزيئات بتاعت السيف ديت فتتكسر وتتعدي جزيئات صغيره من الايه؟ من السيف ديت، فتصير ايه؟ جرانيولز. فتصير جرانيولز. تاني كده اشرحه لكم تاني بسرعه، معلش انا نسيت احط له صوره هنا. بصوا يا شباب انا عندي بودره هدخلها جوه تيوب طويله وابتدي اعرض لها ايه؟ تيار هواء. التيار الهواء دوت هيبتدي يخلي لي البودره دي ايه تنتشر في جميع الايه التيوب. بعد كده ابتدي ارش عليها المحلول، فالبودره لما يترش عليها المحلول مع تيار الهواء العالي دوت هتبتدي تعمل عجينه مع بعضها، هتبتدي تعمل عجينه مع بعضها. نتيجه
تيار الهواء العادي البودرة دي كل ما تقل حجمها بالمحلول هتبتدي ايه تنزل في القاع تحت. مجرد ما تنزل في القاع تحت هتلاقي فيه سيف او منخل تبتدي تعدي من الجزيئات بتاعت المنخل ديت فتديني جرانيولز في شكل الايه السكر او الايه او الايه الملح. تمام هنا. فهنا عندي بيقول لك ايه the main use of the fluidized bed equipment is the drying of granules. انا عندي البودره ديت البودره دي عندي اول حاجه بتتعجن وبعد كده عن طريق الهواء دي تاني الجرانيولز دي بتبتدي تجف or the coating of multiple particulate او ان انا ممكن اكسي البارتكلز ديت ان انا مثلا عندي البارتكلز ديت مثلا البودرة عاوز اكسيها مثلا بمحلول سكر فيطلع لي المحلول دوت الدش اللي انا هديه دوت عبارة عن هو دش هواء بمية فيها الشكر دوت فيبتدي يعمل لي ايه كوتينج يعمل لي كوتينج او كسوة للبارتكلز بتاعتي فالبارتكلز عندي ايه تتكسي بطبقة مثلا عاوز اكسيها بها زي طبقة الشكر. فلودايز دي بيد اكويبمنت كان هاويفر بي يوزد تو ميكس باودر prior to granulation in the same bowels. وطبعا نتيجه تيار الهواء العالي اللي موجود دوت البودرات بتبتدي ايه تتخلط مع بعضها. وضحت الفكره يا شباب بتاعت الفلويدز بيد ميكسر؟ افندم نفس الخلاط الخلاط يعني اللي مستعمله بالبيت يعني بس ده عن طريق فلويدايزد بيد عن طريق تيار هواء برش بيه المحلول يبتدي يخلط لي البودره ديت يخلط لي البودره مع بعضها يديني شكل الجرانيولز تنزل تعدي من سيف تحت تديني شكل الجرانيولز صغير. ده الملخص بتاع فلويدايزد بيد ميكسر. تمام كده. بعد كده عندنا النوع اللي الاجيتيتور. الاجيتيتور يعني القلاب. اجيتيتور ميكسر this type of mixer depend on the motion of the blade or paddle through the product and hence the main mixing mechanism is is convection. عارفين ايه اشهر نوع من انواع الاجيتيتور بتاع الميكسر دوت؟ عارفين الخلاط بتاع المطبخ؟ عارفين الخلاط اللي بتعملوا فيه عصير بتاع المطبخ؟ عبارة عن دورق وفي زي بليدز من تحت. البليدز دي مجرد ما بتلف بتبتدي تخلط لي السوائل مع بعضها وتحولها للشكل الهوموجينس. فبالتالي دوت هو ده بيسموه الاجيتيتور ميكسر يعني ميكسينج عن طريق الايه التقليل. اكزامبل انكلود هنشوف دلوقتي الاشكال بتاعتهم. اول حاجه الريبون ميكسر ميكسينج از اشيفد باي ذا روتيشن. بص انا عاوزين نشوف الشكل مع بعض. ده الريبون ميكسر. بصوا يا شباب عندنا دوت القلاب ده العمود ده بيبتدي يلف تمام كده والبودره جوه فتبتدي تلف حوالين نفسها كده يعني عمود اهوت عمال يلف والبودره عماله تلف حوالين العمود من جوه. في عندي بافلز هيت عشان تزود الايه المساحه بتاعت التقليب. يعني احنا دلوقتي عندنا اهو ادي ده الريبون ميكسر الموتور هيبتدي حوالين نفسه تمام كده. البودره منتشره هنا اللي هي منقطه بالاسود دوت فتبتدي البليدز دي تعمل لي اكنها بافلز او عوائق تزود لي الخلطه بتاع الايه البودره بتاعتي. فده بيسموه ريبون اجيتيتور باودر ميكسر. هنا بيقول لك ميكسينج از اشيفد باي ذا روتيشن اوف هيليكال بليدز ان ا هيميسفيريكال ثرو. عندي التقليب بيحصل عن طريق ان انا بقلب الايه البودره عن طريق العمود اللي موجود بكره ديت. ذيس سبوتس ار ديفيكلت تو اليمينيت ان ذا تايب اوف ميكسر اند ذا شيرنج اكشن كوزد باي ذا موفمنت اوف ذا بليد مي انسفيشنت تو بريك اب دراج اجريجيت. هنا عندي بيقول لك البليدز ديت هي اللي بتدي ايه تقلب لي البودرة حوالين نفسها The mixer makes poorly flowing material and is less likely to cause segregation than the tumbling air mixture. بيقول لك ان الكفاءة بتاعته مش كافية. ليه؟ لان البودرة بتبتدي تتقلب بالطريقة دي فممكن يبقى عندي حاجة اسمها dead spots او نقط ميتة. البودرة تفضل موجودة مثلا هنا فما يحصلش التقليب بايه بصيغة جيدة. فالريبون ميكسر دوت هو قلاب بس الايه بور ميكسينج الايه الكفاءة بتاعت الخلط بتاعته مش قوية. خلاص كده. طب هاي العوائق شلون يزيدنا الميكسينج؟ ما فهمتها العوائق. العوائق بصي دكتوره تخيلي العوائق دي مش موجوده. بصي دكتوره تخيلي ده كده الجزء ده مش موجود تمام كده. الميكسينج عباره عن العمود ده اللي موجود ده بس والميكسينج ده بيلف بايه بعمود تمام كده. فالبودره هتبتدي ايه تلف جوه العمود دوت حول نفسه يعني تطلع وتنزل تمام كده. تمام. طيب لو انا جيت زودت العوائق ديت يعني بقى دلوقتي عندك حضرتك ادي القلاب هو جواه العمود دوت والقلاب دوت زي ما احنا شايفين حواليه عوائق
تمام كده. العوائق ده هتعمل ايه؟ راح تزيد الميكسينج. ايوه طبعا. العمود ده لما يلف حوالين نفسه البودره بدل ما هي هتمشي في الاتجاه ده بس، لا هتروح مقابله دوت فيحصل لها ميكسينج، يتقابل ده يحصل لها ميكسينج، يتقابل ده يحصل لها ميكسينج، هتزود المساحه بتاعك الايه الميكسينج. خلاص تمام خلاص احنا قربنا نخلص. خلاص انا عارف طولنا شويه. بعد كده عندي البلانتري ميكسر. البلانتري ميكسر، البلانتري ميكسر اللي هو الخلاط بتاع الايه المطبخ. البلانتري ميكسر اللي هو الخلاط بتاع الايه المطبخ. عشان ما نطورش مع بعض، شفشق او دورق موجود جواه، البليدز اللي موجوده تحت في الايه في الوسط، تشغل الموتور تبتدي تقلب فايه يحصل لك تقليب. خلاص كده. فبيقول لك this type of mixer is commonly found in the domestic kitchen، ده اللي موجود في المطبخ زي نوع الكين وود، and the larger mechanism which operate on the same principle are used in A is industry، وهي نفس الفكره بتاعت خلاط المطبخ هي نفسها اللي الخلاطات بتستخدم فيها في عمليه الايه الصناعه. the mixing blade عندي اللي هو الايه اللي هي البليد اللي موجوده تحت، او البليد اللي هي زي ما نقول المواس، انا مش عاوز اقول موس، عاوز اقول اللي هي اللي هي بتقطع البودره او تقطع مثلا الفراوله او ايا كان وتخليها تتخلط مع الايه من المحلول، دي بيسموها الايه البليد. السيت اوف سنتر اند اسكاريد اون ذا روتيشن ارم بتبقى موجوده تحت وبت ايه، وعن طريق لما شغل الايه الموتور بيحصل ترافل راوند ذا سيركم، بيبتدي يحصل زي ايه خلط بشكل دائري تمام كده لحد ما تحصل عمليه الايه الخلط اللي هو الخلاط بتاع المكسر. This is therefore a double rotation similar to that of spinning blade rotating around the sun hence the name. هو هنا بيقول لك بيسموه ليه البلانتري ميكسر، لانه عامله زي الكواكب اللي بتلف حوالين الايه الشمس. في مركز موجود عندي اهو اهو يا شباب، ده المركز اللي هو بتاع الايه البليدز اللي موجوده تحت عندي في السنتر تحت اهوت، والايه والبودر لما شغل البليدز دوت بتبتدي الايه المحلول يلف حوالين ايه حوالين نفسه. فده البادي اوف ذا ميكسر، ده الروتيشنال ايه بلوت، ده اللي عمليه ايه المسار اللي بتمشي فيه، ودي الروتيشنال بليدز هي دي اللي هي الايه الميكسنج بليدز تمام كده. ببتدي مجرد ما شغله يبتدي تحصل عمليه ميكسنج الايه الحاجه حوالين نفسها لحد ما تحصل عمليه الايه التقليب تمام كده. مش اخر نوع موجود معايا من الميكسر، خلاص كده اخر حاجه موجوده معايا من الميكسر اللي هو ايه بنسموها الايه النوتا، الايه النوتا ميكسر، النوتا ميكسر. خلينا نشوف الشكل بتاعه الاول هو بيشتغل ازاي. بصوا شباب، هاجي البودره، هاجي البودره احطها هنا في الايه في الاناء دوت تمام، وده قلاب، هشغل الايه القلاب دوت يبتدي ايه يحصل ايه القلاب ده يلف حول نفسه فيبتدي يخلي البودره 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 تلف حوالين نفسها او تتخلط حوالين نفسها. بعد عمليه الخلط البودره بتخرج من الايه من الفتحه دي. يبقى انا بفتح من فوق احط البودره، اشغل القلاب دوت يلف حوالين نفسه، اشغل القلاب دوت يلف حوالين نفسه، البودره تلف حوالين نفسها لحد ما يحصل لها ميكسنج، وبعد كده ابتدي ايه اعمل لها ديستشارج، وبعد كده ابتدي اعمل لها ديست ايه تشارج. اتفهم الموضوع؟ ايه دكتور. طيب نقرا الكلام ده مع بعض. The Nuta mixer consists of conical vessel. عندي شكل، عندي القلاب شكله مخروطي، شكله مخروطي زي ما احنا شايفين اهوت. Fitted at the base with a rotating screw. عندي الايه الدراع اللي بيقلب موجود في الجنب اهو، سكرو يعني شفت عارفين المكنه بتاعت البسكوت اللي بتعمل البسكوت، البسكت المكنه شفتوها اللي بتعمل البسكت؟ ردوا عليا. لا دكتور ما شايفيها. لا دكتور. مش عارفين المكنه اللي بتعمل البسكت، المكنه اللي بتفرم اللحمه. ايه طيب يا شباب، انت لما بتشغلوا المكنه بتحطوا لها اللحمه، مش في حاجه زي سكرو او 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 شكل كده اللي هو السكرو نفس الشكل ده بيبقى موجود جواها يفرم للحمه ويطلعها لي من الناحيه الثانيه مفرومه؟ ايه طب هو نفس القصه، هو ده نفس القصه، ده اللي بيسموه الايه السكرو اللي هو الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، القلاب شكل واخد شكل السكرو يبتدي يقلب لي الايه البودره. The screw conveys the material to near the top where the cascade back to the ايه the mass. بقول لك الايه السكرو دوت بيقلب لي البودره بشكل الكاسكاد، كاسكاد يعني امواج، يعني ياخد البودره يقلبها من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت لحد ما تحصل عمليه الايه الخلط الجيد. Where it cascades back to the mass. The mixer thus
combines convective mixing بيبتدي ايه يبتدي يرفع البودره لفوق وينزلها لتحت فتحصل عمليه الميكسينج as the material is raised by the helical convoyer and shear and diffuse mixing as the material cascade down. عندي دواء بيعملها لي بشكل امواج زي امواج البحر, ياخد البودره يرفعها لفوق يقلبها وينزلها لي ايه وينزلها لي تاني. تمام كده, ده اللي هو الايه النوتا ميكسر. خلاص كده ماشي شباب. هنقف لحد كده النهارده, هنقف لحد كده النهارده. تمام كده, ثواني دكتور بس عندي سؤال. ثواني ثواني.